السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. والسؤال الثالث عندي الوالد الله يرحمه كان حافظ القرآن وما عرفت باش نتوفى باش من عمل ندير باش يوصل ليه. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رجل طيب، كان رجل طيب وتوفى ما عرفتش اش من عمل نديره باش يوصل ليه. لا اله الا الله، الله يرحمه ويوسع عليه الرحمه بنتي. امين يا ربي يا كريم بنتي نجود، حفظك الله ورعاك، الله يكثر من امثالك يا بنتي. انت الحمد لله اكبر صدقه غتقدميها للوالد ديالك هو هذا الايمان ديالك والصدق ديالك والاخلاص ديالك. الحمد لله انت صدقه جاريه باذن الله الواحد الاحد. شكرا لك بنتي نجود، وتحيه كبيره للجاليه المغربيه المقيمه بفرنسا ولكل الجاليتنا المقيمه خارج ارض الوطن الذين يتابعوننا عبر اون لايف عبر الفيسبوك والانستغرام. كنشكرهم جزيل الشكر على التواصل وعلى الاهتمام. اما الامر الثالث الاخير، الوالد ديالك من اهل القران، يكفيه شرفا انه من اهل القران، لان القران قرانه في صدره يشفع له عند الله سبحانه وتعالى، هذا قاعده الشفاعة الكاملة. أسأل الله الواحد الأحد أن يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح الجنات ويحفظك يا بنتي نجود ويزيدك الله إيمان ويقين. وتحية كبيرة لكل جاليتنا المغربية المقيمة بالخارج. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.